يواصل الجيش الوطني الشعبي عملياته النوعية للقضاء على بؤر الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، حيث تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين اثنين، أحدهما جثة متفحمة وجرح آخرين وتوقيفهما في إنقسام. بيان وزارة الدفاع الوطني أكد في فحوى أن العملية جاءت إثر كمين محكم قرب الشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إنقسام بالناحية العسكرية السادسة. تم من خلال هذه العملية استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى تمثلت في 4 عربات من نوع تويوتا ستيشن، 3 رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم، رشاش من نوع FM بيكا، 6 أسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى سلاح الرشاش مجهول النوع، قاذف صاروخي من نوع RPG، 7 بندقية قناصة من نوع SVD كلها أحرقت، ما عدا سلاح الرشاش من نوع كلاشينكوف PMAK في حالة جيدة، بالإضافة إلى هاتف من نوع ثرايا و3 هواتف نقالة. وتأتي هذه العملية أياماً فقط بعدما تمكنت فيها مفارز من الجيش الوطني الشعبي بتبازا بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على 3 إرهابيين وتوقيف آخر إثر عملية بحث وتمشيط بجبل جوريا. مكنت هذه العملية النوعية من استرجاع أسلحة وذخيرة وأغراض أخرى. أما بولاية أضرار، كشفت وحدات الجيش الوطني الشعبي عن تسليم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالناحية الثالثة، وبحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وذخيرة و125 طلقة، وتوقيف 3 آخرين ببرج بجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل. العمليات النوعية لأفراد الجيش في كل مرة تؤكد جاهزية مختلف الوحدات العسكرية لاجتثاث آفة الإرهاب وحماية البلاد.